أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي دوانية شعراء النبط. أعزائي المشاهدين، هذه الأغنية الوطنية ونعود لكم مرة أخرى. عدنا لكم أعزائي المشاهدين من جديد ومعي في هذه الحلقة الأخوة الشعراء. نرحب فيكم جميعا ونقول حياكم الله. ومن دواعي سرورنا معانا الاستاذ والنصار الخمسان ابو خالد، مشرفنا اليوم. الله يسلمك طال عمرك. يعني من 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 محاسن الصدف او من الشيء اللي جملني انا صراحه انك تكون معنا موجود. الله يسلمك. نشكرك على تلبيه الدعوه اول شيء. شكرا لك. يعني نبي نتكلم وياك عن هموم الديوانيه وعن الانجازات الاخيره الملحوظه ما شاء الله تبارك الرحمن، وايضا عن جانب من حياه ابو خالد نصار الخمسان، خاصه وانك يعني احد اعمده وعمداء الساحة الشعبية وأيضا لك باع طويل في خدمة التراث والشعراء والشعر وهذا الصرح أيضا. عساك سالم يا أخوي فلاح، وأشكرك على هذه الدعوة، وهني لا يطوف لي إلا أمسي مشاهدين الكرام مشاهدي برامج ديوانية شعراء النبط، أمسيهم بالخير، وطبعا أوجه لهم جميعا دعوة لحضور الديوانية وللمشاركة فيها، والديوانية شعراء النبط مفتوحة للجميع وملك للجميع، ونرحب بكل الشعراء وخصوصا الشباب، ونقول هذا بيتكم وهذا محلكم ديوانية شعراء النبط. حي الله الجميع في ديوانية شعراء النبط. الله يحييك. أول شيء احنا نشكرك على هذه الدعوة، وهذا اللي عرفنا عنك. دائما تحب تخدم يا أبو خالد، ولا هي غريبة عليك. الله يسلمك. أثريت، وهذه شهادة نفتخر فيها يعني ما فيها. الله يحفظك. أثريت الساحة الشعبية وأثريت أيضا على مستوى ديوانية شعراء النبط، كان لك إنجازات عديدة في الفترة الأخيرة، خاصة مع بعض الأنشطة والبرامج وأيضا التطوير، سواء كان على مستوى البنيان أو على شكل مستوى. شهادة افتخر فيها منك انت. الله يحفظك. تستاهل دكتور يعني. فلاح، أنا ما قلت إلا الحقيقة يا أبو خالد. صلى الله يبارك فيك. وأنا سعيد حظ اللي أنت اليوم مشرفني صراحة وخصيتني بهذا اللقاء يعني. صلى الله يبارك فيك. قبل أن نروح للشعراء وقبل أن نسألهم، إحنا اليوم نبي نحاورك شوي يا أبو خالد، ونبيك نتكلم يعني بشكل أول شيء. أنت واحد من الرموز في الساحة الشعبية، وايضا لك حضور دائما وعلى مدار سنين ما شاء الله تبارك الرحمن. انا ما ابي اذكر السنين، لكن الله يعطينا وياك طولة العمر يعني. لا شك اني بدايتنا من 78 يعني ما شاء الله، في الصحافه تبارك. في ديوانيه شعراء النبط من 77، ولو بغيت اتكلم عن ديوانيه شعراء النبط، ديوانيه شعراء النبط لا شك انها ميراث حضاري يشكل طابعنا الاجتماعي. نعم. ديوانيه شعراء النبط تاسست في 2/5/1977 في بادرة كريمة طيبة من صاحب السمو أمير الغلوب الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، واسكن فسيح جناته. الله يرحمه. طبعا هذه بادرة خدمة للشعر. نعم. وكما نعرف أن الشيخ جابر الله يرحمه محب للشعر، كذلك أنه شاعر، كان يجتمع بالشعراء. نعم. من أواخر الخمسينات من الستينات كان كبار الشعراء يجتمع فيهم ويسوي لهم ندوات، وكان محب للشعر وهو شاعر أيضا طبعا. أيه؟ وجت بادرة هذه الكريمة منه. نعم. جمع الشعراء، تأسست ديوانية شعراء النبط مثل ما قلت عام 1977 في مبناها المؤقت في خيطان. نعم. كان صاحب السمو الأمير الله يرحمه له اهتمام في الديوانية. نعم. له اهتمام في الشعراء. بعدين سنة 82 انبنت الديوانية هذا في منطقة صبحان، كان الله يرحمه يشرف عليها. أنا جيت لقيته مرة هني الصبح جاي الظهر في الديوانية يشرف عليها، يتابعها، هذه كذا، وهذا المسجد هني، وهذا اللي هني الاستديو كان مضيف، يعني اهتمامه في مبنى الديوانية واهتمامه في الشعراء. وكان يتابع برامج ديوانية شعراء النبط اللي تطلع في التلفزيون كل أحد الله يرحمه ويسكن فسيح جناته. ولا شك كان أن أمير الغلوب الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح الله يرحمه هو رئيس ديوانية، الرئيس الأعلى ديوانية شعراء النبط، ورئيس هالديوانية شعراء النبط حضرة سمو ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح، كان أول رئيس لديوانية شعراء النبط. الله يطول عمره. طبعا هني نستذكر بكل فخر وكل طيب، والشعراء يثنون ويشكرون على ما قام به سمو ولي العهد عندما كان رئيس لديوانية شعراء النبط، أرسى قواعدها ووضع كل الإمكانيات للديوانية وخدمة الشعر، واهتم بالشعراء، واهتم بالشعراء ووضع لها قانون. أنت لو تشوف هني في قانون لها. نعم. من الفتوى والتشريع من مجلس الوزراء الحين نمشي عليه، ولا في حد زلان، في نقاط وفي موادها وفي كذا، أسس أركانها وله الشكر الجزيل
والشعراء ما زالوا يستذكرون هذه المآثر الطيبة لسمو ولي العهد، نسأل الله ويثنون يطول في عمره ويشكرون ويدعون الله بأن الله يحفظه ويطول ويحفظ في الكويت عمره كلها. ويحفظ الأمير، الله يحفظه ويطول عمره صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، ويرحم أمير الإنسانية الشيخ صباح طبعا الأحمد. احنا الهني شيوخنا كلهم يعني، نقول ان كل شيوخنا الكرام لهم اهتمام في نعم الديوانية، نعم صحيح، من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد إذا جاء كان له دور في الديوانية في نعم المشاركات، كان نعم يسأل عن الشعراء كان بشيوخنا، يجلس وياهم في وكذلك أنسي الشيخ صباح وكذا، الأحمد الله يرحمه، الله يرحمه، شيخنا الله يرحمه ويسكنه في زيح جناته، نعم كل شيوخنا من كلهم، كبارهم صغيرهم مهتمين في ديوانية شارع نعم. النبط، ديوانية شارع النبط لها اهتمام كبير في القيادة. احنا نقول اول شيء الله يرحم الميت منهم ويطول طبعا في عمر الحي، وهذه الشجره المبروكه دائما خدمتهم للشعر والشعراء لاسباب، منها طبعا ان هذا يمثل شريحه كبيره من المجتمع، وان نعرف ان الشعر له دور في الادب تنمية العربي المجتمع وفي والأخلاق، وحنا من بادينا الاخلاق في وحتى ديوانية شارع النبط نحافظ على الأخلاق وعلى المبادئ الإسلامية وعلى كل شيء طيب والوحدة الوطنية، ونهجنا أيضا فيها. ترسية طبعا الوحدة الوحدة الوطنية الوطنية حنا من طبعا، بادينا، نعم وحنا يمكن يذكر فلاح نعم أول العام، والعام سوينا ندوات وسوينا نسيان، حب الوطن أمانة، نعم لأن الوطن في قلوب الجميع. الله يحفظه، 2019 سوينا أمسيات حب الوطن أمانة، شاركوا فيها، جت جماهير شاركت. نعم طبعا احنا مبدانا أن نحافظ على كيان الوطن وعلى القيادة وعلى الشعر النبطي، نعم نعم أحسنت يا أبو وطبعا خالد، احنا هذا مثل ما قلت إرث خذيناه نحافظ عليه نعم أبو خالد، احنا بناخذ فرع على الشعراء بإذن الله. وبنرجع لك، ما خلصنا منك يا أبو بإذن خالد، الله والله، الله الله يحفظك. يسلمك واشكرك والله. ويانا بعد اليوم ما شاء الله مراقبنا الله أبو يسلمك، باتل تسلم محمد فلاح العدواني، حياك الله، يا مرحبا فيك حبيبي، اليوم شارك معنا بقصيدة إن شاء الله، إن شاء الله سمعنا يا أبو، إن شاء الله سمعنا، احنا نبي ناخذ شوي من الشعراء حتى نرجع لك يا ابو خالد، نبي تفضل. يقول جونا ذا اليوم ما هو مثل جوك، جوك بصافي وانا جوي عجاجي، دق قلبي مثل ضربات المشوك، من ظنى وقت هوا من برج عاجي مدى هاني، كود من ذا اللي تصوك، ما شرف في دنيته ما ينهى ماجي، لا تحس منك صغير السن توك، لا لو يطول الليل للفجر بلاجي، كان ما شبيت في دنياك ضوك، لا كبر سنك بعد ويش انت راجي، المراجل دربها درب مشوك، ما تهيب هالزمن حسب المزاج. صح لسانك، صح يعني، صح لسانك يا ابو باسل، احسنت. اعزائي المشاهدين، مع هذا الفاصل ونعود لكم مره اخرى. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى ومع الأخوة الشعراء، أيضا مثل ما أنتم عارفين معنا الأخ أمين سر ديوانية شعراء النبط، الأستاذ والشاعر والأديب أبو خالد، ونقول حياكم الله من جديد. قبل لا نرجع لك يا أبو خالد، نبي نشوف سالم الرميضي شو محضر لنا اليوم وش يسمع الأخوة المشاهدين. اليوم مع وجيه المباركة كلموه من الأديب إلى عنا، سعداء بوجودك والله يا أبو خالد. أخواني. إي والله، سلمك، تفضل، انت شرف في المشاركه، مرحبا. قصيده بعنوان دله الازمان. نعم تفضل. نعم فضلك. اقول يا الهاجس اللي مثل دبك الخيل في خافقي سيلت لك وديان، يا سلام، اتعبتني ما بين حط وشيل، تنبت على صدر الورق بستان، سلام، ما نيب منه ما جهل هالليل اللي قصيده يبهر العميان، لو كان يقروني بخط بريل اللي تبيه يعجز الفنان، سلام، ما عاد فيني للقوافي حيل، لكن بحاول والكريم معان، سلام، عسى مروج تلفتن للويل، متمرسين الزور والبهتان، متلثمين يحاولون النيل، من سمعتك يا دانة الأوطان، داري مواطيها الجدي وسهيل، داري مواطيها الجدي وسهيل، الماستن تزهى على التيجان، لا حل طاريها نشقت الهيل، اللي يكيف دلة الأزمان، لعيونها سالت دمانا سيل، سنه وشيعه حضر مع بدوان، وأهل الفتن لو يدبلون الكيل ما يقدرون يفرقون إخوان، وإخوان مريم يعدلون الميل،
بظلالهم يتعدل الميزان. صح سبحان الله، ان جبتها احنا نتكلم عن قبل شوي انا وابو خالد عن الموضوع هذا، احسنت جزاك الله خير، جت على الموضوع سبحان الله. دائما مبدع يا سالم، الله يحفظك. سلاح يا هلا، حياك الله يا سمي. والله عندي نصيحه وجهها لابنائي. اتفضل. يا راس مالي يا الثلاث المسمين، اخذوا كلامي وافطنوا في وصاتي، كبيركم حطوه في محجر العين، قبل العمر يكبر وينقل عصاتي. ترى المحبة بينكم سلمها زين، دامت تواصل بينكم ما انحاتي. جيت 40 وقلت توي لها الحين، وثر العمر ينقص وانا في سكاتي. جيت 40 وقلت توي لها الحين، وثر العمر ينقص وانا في سكاتي. يا بندر احرص في صفوف مصلين، بالصف الاول لا تفوت الصلاتي. واحرص وجنب عن دروب الرديين، عليك بالطيب يا مال الغناتي. لا تغرك الدنيا وحلو البساتين، لو شفت فيها من جميع النباتي. سعد من اسمك يا هلا ومية اهلين، افرح بشوفك وانت عيني وذاتي. والثالث اللي به من العطف واللين، سلطان فيها الطيب واحلى الصفاتي. جربتنا الدنيا على العسر واللين، وياما كسبنا سيئة وحسناتي. ولقيت فيها من يحب القوانين، يمشي على درب السنع والنجاتي. عايش حياته لو يشوف العذابين، يصبر على الدنيا بعزم وثباتي. لقيت فيها ضايع انفاله الشين، ضاع الفكر واحتار رأي الشتاتي. ما عم كل الناس فيهم سلاطين، فيهم زحول تكسب الطائلاتي. أخذت من وقتي دروس مثامين، وطويت صفحة الجهل أمنياتي، وأخذت عبرة من كبار حكيمين وحفظتها في دفتر الذكريات. صح سامح، أحسنت والله، يخلي لك عيالك جزاك خير. وجزاك الله خير على النصيحة، ونتمنى يعني دائما الأخ الكبير يكون غدوة لإخوانا وفي احترام، الله يحفظك ومقام والد يعني. الله يسلمك، أحسنت. صح لسانك، شجاع الحصان. يا مرحبا، حياك الله. الله يبجيك ويعافيك، شرفين في وجودك اليوم. أنا اللي مع اخوانك الشعراء، أنا اللي زدتوني شرف. الله الله يحفظك. شو محضرنا اليوم يا شجاع؟ محضر ان شاء الله شيء يجملنا ان شاء الله. ان شاء الله ما يجي منك الا زين. الله يعزك ويسلمك. اقول لا يدخلك شك يا ملهم خفوق الخجول، مال العيون التفات لغيركم وش هوى. خبرك طايش مشاعر وانت هازي ملول، متسائلا عن ضلوعي خافيه وش هوى. على يطول انتظارك للجواب وتطول، لحظات نطير مع طارف هبوب الهوى. والله اغليك لكنك جفول وعجول، متمثني اشداد قلبي والخلايق سوالك. في عيوني صعود وفي قصيدي نزول، ساترك لكنك تحب الجزيل انعوى. يا سارق القلب ما تدري لكني بقول، في ناظرك محتوى وفي في مبسمك محتوى. انت الحسن باصطلاحه والحسن بالمثول، وانت القناد المزاجي كان راسي خوالك. بالغلا عرش من سطوه تقول وتطول، لك بشعم الحب والغيرك طوارف ضوى. وهبك ربي حلا بعد وهبك القبول، فيه ارتواك القصيد وخاطري مرتوى. انت الصواب اللي بجوف يصول ويجول، الجرح دايم وجع لكن جرحك دوى. سلام، دائما الشاعر تقدمه قصيدته سبحان الله. شاعر وشاعر جزل ما شاء الله. الله يعزك، احسنت. وصح لسانك، عليك زود. الله يحفظك يا شجاع. احنا نرجع لابو خالد. احنا قلنا لك ما خلصنا منك وبنرجع، اعطيناك شوي نفس. الله يبارك الساعات، الله يحفظك. زين ابو خالد، نبي نتكلم عن الديوانيه. احنا اخذنا جانب الديوانيه. الديوانيه لا، في بعد كلام الديوانيه، لانها الديوانيه رحله طويله يعني. ايه، من السبعينات للحين، وراحت ناس وجت ناس. ايه، ديوانيه شرى النبط. انا صرح اعلامي كبير ما في شك يعني، وانا ادعو الجميع ان يحافظ على الديوانيه وعلى كيان الديوانيه. نعم. واعضائها هم اللي يحافظون على الديوانيه. نعم. والديوانيه مثل ما قلت ميراث حضاري، احنا نحمل يعني امانته. نعم. وديوانيه شرى النبط من جيل لجيل. انا دخلت فيها 77 يوم الخيطان، و78 اشتركت فيها يعني. ايه، انتسبت. ويوم جيت كان الله يرحمه السيد عبد المحسن احمد الرفاعي العم، الله يرحمه ويسكنه الجنه، كان له دور كبير في الديوانيه، وكان له يتمتع باخلاق
وترحيب، وأنا شفت منك الخير يعني. والله يرحمه ويسكن الجنة، أديب شاعر فصحى وشاعر قلطة، حنا هني ترحم عليه وأسأل الله يرحمه الله. ونذكر ما قدم للديوانية ودوره الكبير في الديوانية طبعا، وإلى جانب أنه يعني شيء بالشيء يذكر شاعر عملاق وشاعر فحل على مستوى يعني الجزيرة يعني. شاعر قلطة وشاعر أديب فصحى ويمكن معروف ما يحتاج، ترحم عليه ونذكره بالخير وكل وقدم للشعراء وقدم للديوانية شعراء النبط، أسأل الله يرحمه الكثير. وكذلك الله يرحم مناور الجنفاوي، أنا زاملته أسأل الله يرحمه ويسكن الجنة، أديب وأخلاق. وأنا انتسبت لها مثل ما قلت 77-78، وكان افتتاح ديوانية شعراء النبط في المبنى هذا شهر 4-1982 بحضور الشيخ جابر الأحمد. كان في شعراء أبو خالد والشيخ زايد، اسمح لي أقاطع، كان في شعراء عمالقة أركان بنيت عليهم الديوانية إلى جانب اللي ذكرتهم، يعني أمثال شاعر الكويت الكبير مرشد، والشاعر سليمان الهويدي، والشاعر محمد ألخس، محمد ألخس ومفرح الضمي، كان كوكبة يعني. ما في شك كانوا عمالقة وشعراء كثيرين. نعم. سالم تويم العم الله يرحمه، سالم تويم الله يرحمه، الكثير والله شعراء يمكن لو من عندهم ما ننسى منهم بعضهم. نعم. ولكن الله يرحمه سالم تويم شاعر، كانوا مقدمين، ومرشد البذال الله يرحمه عنا جميعا، شعراء لهم دور، سلمان الهويدي طبعا اذكر هني، حمد العزب الله يرحمه ويسكن الجنه، حمد قدم للديوانيه اشياء كثيره. نعم. واذكر هنا بالخير ويتمتع باخلاق ومحبه للجميع ويقدم الكثير لغيره يعني. وكذلك انا زاملت اخوي الغالي سلم البحيري ابو حميد، رجل حريص على الديوانيه وحريص على الوطن، اذكره بالخير ابو حميد، والحين ولد حميد يقدم ويانا يعني هذه الديوانيه. طبعا اذكره بالخير مسلم البحيري، وصديق وزاملته في الديوانيه شعراء النبط، وشفت منه كل خير وكل محبه، ويدعو للحفاظ على الديوانيه. الله يوفقهم الحي منهم. طبعا انا في ديوانيه شعراء النبط 82 كنت انا بلجنه الاستقبال التنظيم مع العم عبد المحسن الرفاعي في زيارة في افتتاح الديوانية الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح الله يرحمه، وكان بحضور الشيخ زايد آل نهيان الله يرحمه، رئيس دولة الإمارات الله يرحمه، وكان يوم له ذكرى يعني، وافتتاح كان رائع، ما كان حدث يعني مو على مستوى الخليج، ما في شك يعني. افتتاح كان مبنى ديوانية شعراء النبط، هي الأولى من نوعها. نعم. وأنا أقول لكم يعني أن ديوانية شعراء النبط هي أساس انطلاق الساحة الشعبية من ديوانية شعراء النبط، هي اللي بدأت بعدها الساحة وازدهرت في الكويت لأن كانوا الحكام مهتمين في الديوانية. نعم. كان أمير البلاد والشيخ مشعل كان اهتمامه في الديوانية، كان له دور كبير في انتشار الشعر. نعم. الشيء نعم. يذكر يعني أبو خالد، أنت بعد كنت من الناس اللي لهم حركة ونشاط ذيك الأيام يعني، وأذكر أن في حفل المهرجان البحرين رحت نيابة أو ممثل لسمو ولي العهد الشيخ مشعل. طبعاً هذا شيء يعني عظيم أنك تمثل. شرفت بتمثيل سمو ولي العهد كان رئيس ديوانية شعراء النبط في مهرجان في البحرين، حيث تشرفت باختياري للدعوة هذه نيابة عن الشيخ مشعل الأحمد جاب الصباح الله يحفظه. في أي عام؟ في عام 1988. ما شاء الله. يعني احنا لما نتكلم ويا شخصيه مثل شخصيتك يا ابو خالد، وطبعا المهرجان كان كبير على مستوى يعني، تشرفت بلقاء كلمه ومشاركه نيابه عن حضره سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الله يحفظه، وكان لي عظيم الشرف بهذه المشاركه طبعا. نعم هذا شرف عظيم. وسنه 89 انا سويت كتاب عن ديوانيه شعراء النبط، هو الاول من نوعه طبعا. الكتاب هذا ما شاء الله، هذا كان من 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 انت اللي مصدر الكتاب هذا؟ ايه بتاليفي وانتاجي وغزي واعدادي. زين الاول من نوعه اللي يشرح الديوانيه كامله فيه. زين انا تسمح لي شوي. انا يا ابو خالد والله لا ماني يعني شوف سبحان الله ما قريت الاسم، وهذا لي عظيم الشرف. الكتاب هذا قريته واجد وتصفحته واجد بالديوانيه، كل ما قعد بالمكتب والله توني ادري انه لان فيه كل شيء عن الديوانيه يعني، وانا سويت الكتاب هذا والله ما انتبهت منه، بس اني كنت اتوقع انهم يعني سبحان الله انه بشكل يعني، لكن جهودك واضحه يا ابو خالد. اي والله الكتاب الاول من نوعه يعني. اي وهذا الكتاب سبحان الله يعني نورني في اشياء واجد بالديوانيه، وشفت عنها خاصه مع بداياتي لما جيت الديوانيه في انا مو كبير شويه. الكتيب هذا يعتبر مرجع لديوانيه شعراء النبط. اي مرجع في كل شيء يعني. الله يعطيك العافيه ابو خالد، الله يسلمك، ومتشرفين في وجودك، نبي نرجع للشعراء ونرد لك مره ثانيه باذن الله سبحانه. اشكرك. الله يحفظك. فلاح. يا هلا ابو فيصل. مرحبا يا فلاح. عندي قصيده تتكلم عن شبه الضوء. كفو.
يقول هب الشمال وفي مهبه برودة، شب الحطب مدام للنار شباب، ما كل مجلس بالمجالس أرودة، هلا على ناس انت حسب لي حساب، ولاني من اللي قاصرات عضودة، أرقى على روس المراقيب ما هاب، والشعر من ربي لفتني ورودة، وهبه من الخالق وله عدة أبواب، لضاقت الدنيا فتحنا قيودة، نرضي جميع الناس وعيون الأحباب، أخاوي النشمي وجنب حسودة، واتعب على قوة مفاتيل الأشناب، واللردي ما يوم يصدق وعوده، لو قال ما يصدق على طول كذاب، اللي أصفالك يوم ما في فودة، جنب طريقه حطها اليوم مجناب، أنا خوي يلي وساعن بنوده، لجيت يمي شفت بالعين ترحاب، في هلوفة والطيب ورثة جدوده، لجنها الضيق بالطيب ما غاب، أرتاح في شوفه وقدر وجوده، وافرح لي منه لفاني مع الباب. صح لسانك، سنت فرح. سالم رميضي، هذه هجينية أي. غزل يمشي الغزلني ولا يمشي شو ما يمشي غزل من أعمدة الشعر الغزل يا سالم. هذه أقول فيني من الهم والتنهيد ما فيني، سلام، ونين من بالهوى ما حالفه حظه، وقت مضى بالهوى كنا سلاطيني، وقلوبنا تفيض رقه ما هي بفضه، مبطي عن الطيش واصحابه من سنيني، امشي بجنب الجدار وطرفي غضه، سلام، وعقب الرزانه تحفت بي شياطيني، سلام، عودت عقب البطال ايامي الغضه، سلام، من جادل كسرت سوق المزاييني، في نحرها زاد قدر الماس والفضة، من نبرة الصوت ضاعت بي عناويني، من نبرة الصوت ضاعت بي عناويني، غطت على لستة بالقلب مكتظة، غنت وحنيت واختلت موازيني، طرت ليالي بنور الوصل مبيضة، والظاهر إن الهوى ما هو مخليني، من جرب الكسر هانت عندها الرضة. صح حسان، حسنت حسان. بن حيصان، يا مرحب، يا هلا وفيصل. شجاعك حيصان، أبشر. أسلم، من قال يسلم، أقول يستلهم الليل من صدر الشمالي قصيد، متناثر من وراء عوج الضلوع أجمعه، حلت سكينة على أطراف المدينة، تعيد مع نسيم السهر نغمة قديم أسمعه، يا ليل قلبي ما هو دايم قوي وشديد، أدنى الذكرى جميلة دايما توجعه، أفتح شبابيك وأقلب صفحتي من جديد، وأثريح برسائل للصفحة الموضعة، عيت بي الذاكرة وأنا من أول فريد، إلين خانب فريد الدمع من مدمعه، يا الذاكرة خلي شعور الشجاع العنيد، اللي ظروف الزمن بعناده يطوعه، الصده مثله علاج ودواء مفيد، لكن عيت عليها الذكرى اللي معه، يا الذاكرة كان قبل تذكرينه سعيد، إلين ضاقت على صدر السعيد أسعه، مع طاري حل هاتي الطيوف العديد، المدبرات أقبلت وبعوجي مطمعه، يوم أسدل الليل ديجور العلاقة مديد، قلت لتليفوني من ملاحظاتي بعه، بعيش قولة مثل وأشوف رايه سديد، مرادها بهالزمان الما يطيعك طع. سلام، صح سامك، صح بدان، أحسنت، سنت يا شجاع. أعزائي المشاهدين، مع هذا الفاصل ونعود لكم إن شاء الله. من جديد نرحب بكم أعزائي المشاهدين، وأيضا معنا أبو خالد، نعود لك أبو خالد. الله يطول، حياك الله أبو خالد. كلمني عن الساحة الشعبية أو عن خدمتك للساحة. الساحة الشعبية هنا مشوارنا طويل كان، يعني من الساحة من دوانية شارع، دوانية شارع النبط بكمل لك فيها يعني. يلا تفضل. أنت أنا من استمريت فيها 87 تم اختياري وتشريفي من اللجنة العليا. اللجنة العليا من 87 عضو اللجنة العليا. اللجنة العليا ما شاء الله. 87 استمريت وياهم وناس أفاضل رحم الله الميت منهم وسأل الله يحفظ الحي منهم، رجال فاضل من ديوانية شارع النبط قدموا الكثير وياهم، خدموا التراث. ومن 87 أنا عضو اللجنة، وفي عام 2017
تشرفت باختياري من سمو الأمير في بتعييني أمين سر دوانية شارع النبط ومدير الإدارة دوانية شارع النبط ما شاء الله عام 2017. تستاهل يا أبو خالد، وما زلنا نعطي ونقدم ولو نقدم الكثير للدوانية ما نلو في حقها، لأنها الدوانية أمانة في قلوبنا حنا وقلوب أعضاء الدوانية كلهم. نعم صحيح، نحافظ عليها يعني، وهو جانب من خدمة البلد. طبعا حنا خدمنا في دوانية شارع النبط 2018 كان في مهرجان بس كورونا يمكن عطلت شوي، وفي 2019 يمكن موجودين مهرجان وشاركتوا فيها وفي جمهور أحيانا الديوانية، الحمد لله في فضل الشعراء أعضاء الديوانية وجمهور الشعر بفضل الله. أول 2019 و20 بعدين وقفت كورونا، ونتأمل أن نقدم أشياء كثيرة إن شاء الله إن شاء الله النبط وترجع مثل ما كانت وأفضل إن شاء الله بإذن الله، ترجع للريادة بإذن الله. هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضل شيوخنا الله يحفظهم وقيادتنا، وثم فضلكم أنتم والناس اللي خدمتوا. الله يعز شيوخنا الكرام آمين، اللي هم يدعمون الديوانية. نعم. ويدعمون نعم. التراث ويدعمون كل مناهج الشباب في كل مكان الكويت، مو بس ديوان شارع النبط، وديوان شارع النبط من ضمن هذه. نعم نعم، في كل مجالات. الله يجزاهم خير، الله يطول أعمارهم ويسلمك، وما قصرت يا أبو خالد. وأنت وجهت في بداية حديثك دعوة للشعراء الشباب أن هذه الديوانية للجميع، يعني تخدم ما في يجي حنا نروح وغيرنا يجي مثل ما يكملون المسيرة هذه. نعم. والديوانية الأعضاء الديوانية والشعراء الشباب، وندعيهم جميعا يعني كلهم. نعم. حتى المحب للشعر أنه يجي ويشوف الديوانية ويشوف برامجها ويشوف في برامج ثانية ويبدي رأيه. نعم. بعضهم احنا نسمع بعض الآراء بس تقدم عندنا هني، تقبل الآراء، تقبل وجهات النظر، يشاركونا. نعم. نعم. الحمد لله إن شاء الله ناجحين بفضل الشباب وبفضل الأدباء اللي عندنا والشباب المخلصين. نعم أبو خالد، إحنا دائما أو بالأحرى يعني الحين عليك لسبب. والله ولي الشرف. الله يحفظك، وأنت جزاك الله خير اللي قبلت هالدعوة. يعني الناس اللي تخدم وبصمت ويعني مو واضحة بالصورة، ممكن أنت موجود بتويتر وموجود والله أهم شيء خدم الديوانية في مكاتبها وفي مكانها، والميدان للشباب اللي موجودين. الله يحفظك، فإحنا حبينا نظهر جانب من يعني أنت ما قصرت يعني، هذا أكثر يعني هذا اللي بيدنا نقدر نسوي لك يا أبو خالد. وأشكرك على هالدعوة. الله يحفظك، تستاهل. إحنا بعد نسلم كلية شرف. الله يطول عمرك يا مرحبا أبو خالد، وشرفت. الله يسلمك والله. الله يطول في عمرك، وإن شاء الله لقدام، وإن شاء الله نشوف مهرجانات. هذا تأمل إن شاء الله فيه بإذن الله. وأحسنت يا أبو خالد، وبيض الله وجهك. أعزائي المشاهدين، مع هذه الفقرة ونعود لكم مرة أخرى. حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين. والإخوان طلبوا مني يكون في لغز، يعني في حلقة سابقة قلنا لغز وما شاء الله أخذ صدى وانتشر، ها؟ فنبي نقول لكم عاد لغز ونشوف حله. أنا في واحد من المشاهدين أو من اللي يتابعونا شاعر، ودائما يسوي الغاز وكان يتواصل ويا المرحوم حمد العزب الله يرحمه ويغفر له، ودزنا لغز، قال أبي هاللغز هذا وبي منو يحله فيكم، وإن شاء الله بإذن الله نلقى عندكم حل. وأيضا الأخ الكبير والعم أبو خالد الله يسلمك أعطانا لغز على طاري للغاز يعني، وقال يبي يشوف حل. عاد احنا يعني هو الحين عندكم لغزين، اللغز الأول هو من محمد خليفة الغريب، واللغز يقول وش خوات توم لا طق المطر صاعدات نازلات يا حرام، دام السحاب دام همال السحابة مستمر شغلهن ويا السحابة بانتظام. يعني أنا يمكن بلي ما وضحت لكم، عاد أشوف منو عنده حل. وش خوات توم لا طق المطر صاعدات النازلات يا حرام يا حرام، دام همال السحابة مستمر شغلهن ويا السحابة بانتظام. يعني ما دام المطر يمشي فهن يشتغلن هالخوات وظيفتهن بس المطر، وظيفتهن بالمطر، دائما بالمطر يشتغلن. واضح. ها انا عندي رمحة ابو فيصل. واضحة واضحة واضحة، خلينا نشوف رمعته اول شيء. هو انا اقول كم من مساحة السيارة صحيح أحسن. وقتها بالمطر بس وقتها بالمطر مساحات خوات وروحن مع بعض صح. بس انا وانا اقول حاولت اني اوضح لكم ترى. ها اما اللغز الثاني فجانا عن طريق ابو خالد، وهو طبعا مو ابو خالد ولكن لغز دارج. لغز دارج والحل موجود عنده، لكن يبي يشوف منو فيكم
ان شاء الله يكون عنده الحل. ها يا ابو باتل مستعد للغز؟ والله ان شاء الله يعرف الشباب الحين. يقول انشدك على الرجل اللي يقفى حكم ناس واللي يقبل عليهم ينتهي الحكم كله، يحكم بعض ناس ويترك بعض ناس، وحتى الشيوخ بحكمته مستدلة. أعيد حاكم يعني مرة أعيد ولا كرر قبل لا أنت فاصل إياه. يقول أنشدك عن رجل اللي يقفى حكم ناس واللي يقبل عليهم ينتهي الحكم كله، يحكم بعض ناس ويترك بعض ناس، وحتى الشيوخ بحكمته مستدلة. ما هو الإمام أبو فيصل؟ الإمام خالد. الإمام. لقف حكم الناس. أحسنت يا شجاع. سامع قبل هالمرة شجاع. الله يعزك سلم. كان سمعته منكم. بس اللي يقبل حكم ناس اللي يقبل ينتهي الحكم كله. اللي يسلم. حكم. اللي يقبل عليهم. لا سلام. السلام وخلصت وقامت. أحسنت. الله يعزك. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. إلى أن نلقاكم في الأسابيع القادمة، تقبلوا تحياتي وتحيات مراقب هذه الحلقة محمد فلاح العدواني.